لم تزل غزة تصنع الفرق مستخرجة من رحم الحاجة ولد الاختراع، مزينة متن صفحة إنجازها بلوحة تجربة عطاء سحاء جذابة العرض أخاذة التقاسيم. جديد اللوحة ووليد التجربة هذه المرة حملته مؤسسة القطان بين يدي فعاليات معرض أيام العلوم الذي أقامته بالقطاع المحاصر، مقدمة على مائدة عرضها مادة أساتذتها طلاب موهوبون ألانت عبقريتهم حديد التحدي، مستخرجة من صغير الأشياء المتاح حلولا لواقعهم ولتطبيق تجاربهم العلمية في المدارس، ليس لتحويل الخام البسيط إلى مصنع تجاري قابل للتسويق، بل لضرب طريق يبس في بحر مواد العلوم التي يدرسونها. المعرض الذي جذب اهتمام مستهدفيه ساعد في دعم العديد من مدارس قطاع غزة لتدريب طلابها على إعداد تجارب علمية وتقديم اختراعات ذاتية لتطبيقها واقعيا على أعين الجمهور. ووفق تصريح مسؤولة برنامج التطوير المهني في مؤسسة عبد المحسن القطان، فقد جهز للفعالية منذ بداية العام بالاتفاق مع العديد من مدارس غزة من أجل تدريب الطلاب في مختبرات العلوم لإعداد تجارب علمية تطبق عمليا بعد بساط تهيئة وتحضير ليوم العرض. ملامح التحضير مثلت لها المسؤولة بجلب مؤسستها ما نالته يد وسعها من المواد العلمية والكيميائية لتدريب الطلاب والخروج بنخبة علمية تمثل مدارسها في المعرض وترضي ظن زائريه. مبادرة يلعب حضور الرعاية فيها دور تعبيد الطريق التحفيزي، فيما تبقى بنات ذهن الطلبة الموهوبين رأس مال ومخرجها ربحا ذا أضعاف كثيرة.